لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هنشوف الأرنبيط ازاي ناكله من ايد الشيف المغازي، بما ان احنا اكتشفنا وعرفنا اللي احنا ممكن عارفينه بس في معلومات جديدة انا شخصيا عرفتها بعد البحث وان انا اقدر اتعمق جوه الطبق اللي بعمله او الاكلة اللي بعملها، لان يهمني اعرف القيمة الغذائية بتاعتها. الأرنبيط مفيد جدا، له فوائد كتيرة قوي، بيعزز القيمة الغذائية للإنسان، بيلعب دور كبير في تقوية العظام، في كمان المناعة، مضادات أكسدة. فتعالوا شوفوا نعمله النهاردة يخني أو طاجن بالطماطم. هنشوف نعمله مع بعض إزاي، وأنا هجود فيه شوية وأعمله بطريقة لطيفة. الأرنبيط ده عدله العيش البلدي الحلو ده من أي طابونة أو تخبزيه في البيت، مفيش أي مشكلة. تعالوا نشوفوا إزاي هنعمل مع بعض طاجن الأرنبيط بالطماطم. مقاديره على الشاشة، لا تتعدى أصابع اليد العشرة. أرنبيط، طماطم، بصل، شوية حب، قرن فلفل بلدي أو قرن فلفل أخضر رومي حسب الرغبة، سبايسي زي ما أنت عايزة، ولكن البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشوية كركم. الكمون هنحطه بعدين خالص علشان نتلاشى الضرر الوحيد للأرنبيط اللي هي الغازات. الأرنبيط مفيش مشكلة خالص منه غير إن هو فيه شوية غازات. هنبدأ نحط شوية زيت زيتون، وخلي بالك تحط في الاعتبار وانت بتستخدمي الأرنبيط بتاعك الحلو الجميل ده كده. هعمل أنا خلطة دلوقتي هتعجبك أوي، حلوة. معلقة سمنة صغيرة كده عشان عايز أعمل صلصة حلوة. الصلصة دي اللي هيعوم فيها الأرنبيط بطريقة الخاصة بقى. عندي هنا فلفل أخضر وعندي فلفل أحمر حلو أوي، وعندي بصلايه حلوه مع شويه طماطم طازه كده زي الفل. مهم جدا الصلصه اللي عاملها دي للارنبيط، خلي بالك مختلفه شويه بس انا عايزك تعمليها هتعجبك على فكره. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد البصل ده كده يتقطع بشكل عادي خالص كده، احنا مش محتاجين ان احنا نقطعه مكعبات لانه ده هيتفرم ناعم دلوقتي مع الصلصه. الطريقه بتاعت المغازي بقى، ادي البصلية الناعمة الحلوة. يعني هنخرج من جو التخديعة اللي احنا عارفين اللي هي بصلة وتوبة والجو ده خالص. اهو الفلفل ده يتحط برضو كده. بعد الخضار ده بيستوي كله على بعضه هينضرب في قلب الكبة. فلفل اخضر، فلفل احمر، طريقة جديدة ولكن الطبق طبق مصري من المطبخ المصري اللي هو طاجن الأرنبيط بالطماطم. ادي الفلفل الرومي كل ده مع بعضه. مهم جدا تكون نارك شديده عشان الخضار كمان ما ينزلش ميته في قلب الطاسه، ده مهم جدا على فكره. وتروقي على مطبخك كده اول باول شويه الزعتر الحلوين كانك بتعملي صلصه للبيتزا. شويه الفلفل معانا هنا، حلة بتغلي على النار بنحط فيها بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم. عايز شوية شوربة أنا حلوين. الخضار بدأ يتحمر أهو. الخضار ده بعد ما يتحمر كويس مع طماطم وثوم دلوقتي هينضرب في الكبة ويبقى بوريه. خضار بوريه. في طماطم وفي بصل وفي فلفل بالشكل ده كده. فص الثوم بتاعنا المحترم. الله هو ده. حلو. شوية الكزبرة الحلوين. الطماطم بتاعتنا نقطعها بالشكل ده كده. عايزك تخش المطبخ وانت قلبك جامد. عارفة انت بتعملي ايه؟ بتعملي أرنبيط، بتعملي صينية بطاطس، بتعملي كشك، الأكلات المصرية الجميلة دي كل محافظات مصر. انت ممكن تعمليها بطرق مختلفة، ولكن هي الأكلة أكلة مصرية. ايه المشكلة؟ مش كل يوم هناكل صينيه بطاطس بالفراخ بالطريقه المعتاده. مره تحمري البطاطس وتحطيها مع الفراخ، مره تحطي البطاطس نيه مع الفراخ نيه، مره تحمري الفراخ قبل ما تحطها مع البطاطس او تشوحيها على النار. الحاجات دي مطلوبه خلي بالك اهو. او تسحبي الفرخه. هناخد الطماطم دي ننزل بيها كده على وش الخضار بتاعنا. هو ده. كل ده مع بعض يا شيف، كل ده مع بعض. الله. ننزل بشوية صلصة طماطم كمان. اللهم صل على النبي. حلوة. كل ده مع بعض على نار شديدة وما زال التقليب مستمر.
الله الله على الطعم. تحمير الخضار مع بعضه، مع تومة، مع بصلاية، مع فلفل ألوان، والفلفل الألوان اختياري، ممكن تختفي بس تكتفي بالفلفل الأخضر الرومي بتاعنا. هنا تقدري تتحكمي، عايزة الطاجن ده سبايسي بتحط قرنين فلفل حار. أنا ضد الشطة، مش بحب الشطة اللي هي البودر، لها مشاكل صحية مع تعدد استخدامها. خليكي في الفلفل الحار البلدي بتاعنا، أو الفلفل الأخضر اللي احنا عارفينه. حلو الكلام، زي الفل كده. تسيبهم يغلوا على النار على ما نشوف ايه قصة الأرنبيط ده كده، علشان نتلاشى مشاكله. معانا الزهرة اللي هي الأرنبيط، كلنا عارفينها، بيسمى في الخليج أو في الدول العربية زهرة، احنا نسميه هنا أرنبيط. والبعض يقولك أرنبيط، يعني المسمى العلمي بتاعه كمان أرنبيط، يعني من غير الره. خلي بالك لما نخش ونبحث عن كلمة أرنبيط، أرنبيط وأرنبيط. حلو الكلام، هناخده مع بعض هنا زي الفل كده. وازاي يتغسل كويس، لان الارنبيط والكرنب والبروكلي والبطاطا والبطاطس بتتعرض للاتربه وعرضه للعوامل الجويه، فازاي اتخلص من الرمله او الطينه او التراب نتيجه العوامل الجويه. ده مهم جدا على فكره. بنجيب ميه ساعة من الحنفيه عاديه خالص، مش مية سخنة، مية ساعة. خلي بالك ونحط على المية دي يا عم الشيف، شفتوا بقى الشقاوة، شوية كمون. الله شوية كمون وعصرة ليمون وشوية ملح. حلو الكلام ده الجديد. ونمسك الأرنبيط ده نقعه في الايه، في الخليط ده تاني، مية بملح بليمون بكمون. بص على الحلاوه في الفرن مخرجنا الجميل، ايه الحلاوه وايه الجمال ده. الارنبيط احنا مش هنحمره في الزيت، الارنبيط مش هنحمره في الزيت. حلو الارنبيط في الفرن، ايه الجمال والحلاوه دي. اهو ده بيتشوي في الفرن. شويته ازاي يا شيف؟ طبعا عشان نكسب وقتنا، وقتنا من ذهب لبرنامجنا الشهير اكله امي، كل دقيقه وكل ثانيه بنستغلها في معلومه غير معلومه، بنقدم فكره جديده، تفاصيل صغيره. اهو الأرنبيط بتتقطع كده زهرة، سبحان الخالق. أرنبيط يعني فسفور، أرنبيط يعني كبريت، مصدر غني جدا للكبريت. أرنبيط يعني كولين أو الكولين، اللي هو بيهدي الأعصاب نوما هادئا، يعزز المناعة الذاكرة. حلو أوي. أتربة رمال، إنك تنقعيه في المية اللي بالليمون واللي بالكمون. بالشكل ده كده، بسكينة صغيرة علشان تستفيدي بكل حاجة فيها. زهرة زهرة، تقدري تعمليه مقلوبة، مشهورة جدا في المطبخ العربي. تقدري تعمليه كمان مقلي بالبيض أو بالبانيه، يعني أرنبيط بانيه عادي بالبيض والبقسماط، او تقدري تعمليه بخلطه كده معروفه عباره عن نشا ودقيق وشويه بيض وكزبره خضراء. نقدر نعمله جراتان بالبشاميل ويتعمل برجر يبقى لطيف. هناخد النعناع الاخضر الحلو ده كده. كل دي افكار علشان تتخلصي من المشكله الوحيده للارنبيط. ايه هي يا عم الشيف؟ الغازات. يعني بسال مخرجنا قبل ما نطلع الهوا، بقول له بتحب الارنبيط؟ لا ما بحبوش، بكونوا عاملين أرنبيط في البيت بتغدى بره. طب ده كلام، بس بعد ما عرفت فوائده النهارده أنا مش هفوت أكلة الأرنبيط دي أبدا. خلي بالك، نعناع في المحلول بتاعه، ليه مية ليمون ملح كمون نعناع. يتاكل ني على فكرة. ده ممكن بعد ما نطلعه من الخلطة دي أو من المحلول بتاعه ده كده يتعمل سلطة. الأرنبيط يا أخوانا لما يكون طازة وزي الفل ممكن يتاكل ني. كده اتخلصنا من الغازات بتاعته، لان عرفنا قيمته الغذائيه عاليه جدا. هنعمله دلوقتي بالصلصه بتاعه الشيف او بالطماطم اللي هي محطوطه على النار دلوقتي، شايفينها بتتسبك على النار اهيت. بعد التسبيكه دي هتنضرب في الكبه، نبص عليها تاني اهو، شوف الحلاوه اهو. كل الخليط ده بصل وطماطم وفلفل وزعتر وتوم،
كل ده مع بعض يا عم الشيف. هنحط لها شويه ميه، مش ميه من الحنفيه، بوكيه جرنيه عندي هنا اهو، بناخده كده نحطه هنا ونسيب ده كله يغلي مع بعضه. خلي بالك اوعى تحطهم في الكبه وهم سخنين، هتدعي عليا، هتلاقي بقى الايه السكينه بتاعت الكبه اتكسرت واحنا وقعنا في مشكله. حاجه زي دي عايز تضربيها في الكبه وفي الخلاط، بتسيبيها طبعا بالتاكيد تبرد خالص، وبعدين تتضرب في قلب الكبه والخلاط وتستخدميها زي ما انت عايزه. اخبار الارنبيط ايه؟ عجبك شكله؟ ها جميل. بص على الحلاوه، بص على الجمال. الصوره الحلوه تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى من غير تحمير. مفيش حاجه عليه يا فندم، ده التحمير بتاعه، التحمير يا فندم. انت مش بتحبه فاكيد هتتهمه دايما، محمر ليه؟ هو احمر ليه؟ حطيناه في موضع الاستفسار على طول، انما لو احنا حابينه هنعرف ده احمراره. طيب هنبدا طبعا نروق الكاونتر بتاعنا ده كده، ونسيب الارنبيط ده كده جاهز. احنا خلاص خدنا ده من البوله بتاعتنا بعد ما نعناه كده، حطيناه في الصينيه وشويناه في الفرن. انا بختصر الوقت على فكره، بالشكل ده كده. واشيل دي اكيد عليها طبعا الارنبيط، بشيلها من هنا واروق الكاونتر بتاعي. وشغالين في التفاصيل الصغيره عشان بنعمل صلصه الارنبيط او خلطه الارنبيط على طريقه الشيف المغازي. احنا طبعا كان معانا من شويه خلطه كده سيبناها لما تبرد، مستعجله عليها، بتحط لها شويه ميه ساقعه مفيش مشكله من الحنفيه عشان تبرد معاك بسرعه. انا نص الكميه ضربتها بالكبه، بتغلي قدامنا اهيت في قلب الحله. النص التاني مع حضراتكم اهوت زي الفل كده اهو. طريقه جديده جربيها، واحنا مع بعض هنروح من بعض فين على السوشيال ميديا وقولي رايك. خرجنا من جو البصله والتومه وتسبيكه الطماطم، اوكي، ولكن في المقادير هي نفس المقادير، بصل طماطم كل دول مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا، زي الفل. شيل دي كده على جنب وناخد الخليط اللي احنا خفقناه ده كده اهو. الله عليك يا عم الشيف، كل حاجه هنا بقى، التفاصيل الصغيره اللي انا بقول عليها هنا، فلفل وبصل وتوب كزبره خضراء. بنروق الدنيا كده. عندنا الارنبيط بتاعنا هنطلعه من الفرن دلوقتي، ببص عليه كده، ده قبل، واللي انا هطلعه من الفرن دلوقتي بعد. عينيا. اوريك حاجه حلوه دلوقتي هتعجبك. اخبار الارنبيط ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجديد بقى هنا مشكلتنا مع الارنبيط يا شيف مغازي الله يبارك لك، الزيت بيشرب الزيت كتير قوي. يعني عشان احمر لي ارنبيطايه عايز لي كيلو زيت. علشان احمر ارنبيطايه واحده ممكن اخسر كيلو زيت. علشان اكل الارنبيط ده هيبقى بما ان هو قيمته الغذائيه عاليه جدا ومفيش منه اضرار نهائي خالص، بالعكس كمان مريض السكر مريض الضغط كل ده ياكل من الارنبيط ده وهو قلبه جامد، وعلى مسؤوليتي بعد الابحاث العلميه اللي اثبتت ذلك. حلو، والعلم لما يتكلم سمع هس. الارنبيط معانا زي الفل، الصلصه بتغلي على النار، هنظبط الطعم بشويه فلفل، الله، شويه كركم. خلي هناك نكمل بقى القيمة الغذائية بما ان الكركم كمان مفيد للجهاز الهضمي وخاصة الكبد. حلو قوي، هنقلب كل ده مع بعضه. ده موسوعة اهي، كل القيمة الغذائية اللي انت عايزاها موجودة هنا. هتقولي الأكلة دي ما فيهاش بروتين حيواني؟ فيها. نرجع ولا نسينا؟ السمنة البلدي اللي حمرت فيها الخضار من البداية خالص، خلي بالك السمنه البلدي يعني بروتين ايه حيواني. اصبحت الاكله دي قيمتها الغذائيه عاليه جدا، صحيه 100%، احنا كلنا بنحبها، وكده رحمنا من الارنبيط او رحمنا الارنبيط ان احنا نعمله ايه مقلي. سبكناه على النار. اقول لك معلمه كمان في سرك، قولي للجيران وحبايبك تقدري تستخدمي الصلصه دي في حشوه البيتزا، التوبنج بتاع بيتزا مثلا. عايز تعملي بيتزا شيلي شويه على جنب كده في الثلاجه وتقدري تستخدميها. عايز تعملي طبق مكرونه حلو لطيف
اسلقوا نص كيلو مكرونه من المكرونه البنه والاسباجيتي وحط عليها الصلصه دي. عايزه تزودي شويه وتجودي تبقى احسن مني، هاتي كريمه لبانه وحطيها. حلو الكلام. الحاجات دي كلها افكار واحنا شغالين مع بعض. هو اصل المطبخ ايه؟ فكر، رؤيه، فن، ابداع. تعالى يا شيف طبق الاكله دي. اه حلوه. هناخد مغرفه صلصه لطيفه كده. اه بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الجمال ده؟ التفاصيل كلها قدامك. مخرجنا الجميل الارنبيط بعد ما قطعناه وحطيناه في محلول حمضي من الكمون والليمون والملح والنعناع، عملنا ايه؟ خدناه صفيناه من الميه، وبعد كده حطيناه في قلب الصينيه الجميله الحلوه دي كده مع رشه زيت زيتون، ويا عم الشيف، وسبناه في الفرن يتشوي. حلو. انا بحط شويه شوربه كده من البوكي جرني بتاعي. نعم يا غالي، وارد عايز تستخدم شوربه لحمه او شوربه فراخ مكان الشوربه دي، مفيش مشكله. بس انا هقول لك على حاجه، يعني اذا الارنبيط مفيد جدا واحنا شفنا فوائده اللطيفه الجميله ديت، ليه بقى نعكر مزاجه؟ ما نسيبه كده بحلاوته وجماله ونستفيد بيه. إذا هو بيقينا من الأمراض السرطانية، مهدي للأعصاب، غني بالألياف. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ إيه الجمال ده؟ ده مبقاش أرنبيط، ده أنت كده يعني دلعت واخد دلع. الزهرة. الله. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. من غير تحمير في الزيت وحياتك. هناخد الارنبيط ده كده زي ما هو. خلاص كده خدنا الكميه اللي احنا عايزينها. حلو قوي. تسلم ايدك يا عم الشيف. ده انا هعمل لك حاجه حلوه دلوقتي هتعجبك قوي قوي قوي. معانا نعناع اخضر. اخوانا النعناع مفيد جدا. رقم واحد بيهدي الاعصاب، بيعطر المعده، الجهاز الهضمي بالذات، خاصه لو في تراكمات هضميه. روزماري، زعتر، نعناع، بردقوش. طبعا طبعا، بس بدلع. شفت الجو ده كده؟ زي الفل. وناخد من الصلصه اللطيفه دي اللي احنا تعبنا عليها. شايفين الجمال ده كده؟ الله، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ شفت الارنبيط اتعمل بالشكل ده قبل كده؟ قول لي. نقول حقوق الطبع لدينا وبس. كل يوم معانا حقوق الطبع لدينا وبس، على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أقول لك على حاجة في سرك بقى، عايزة تجودي؟ عايزة تعملي وايت صوص؟ حطيه على الوش. بشاميل خفيف يعني، معلقتين دقيق، معلقتين زبدة، شوية حليب، معلقة كريمة لبانة وشوية جبنة، جودنا. دي أفكار بسيطة يعني، زي الفل. عايزة تعملي كده أهلاً وسهلاً. ده الأرنبيط. والله يا شيف أول مرة أشوفه كده بالشكل ده. لسه ما خلصتش، اصبر ده أنا هدلعه آخر دلع. فلفل ده كده عشان جوزك بيحب الحار. بسم الله الرحمن الرحيم. تتحط كده، الموضوع اختلف، بقى شكله أجمل. بص هقول لك على حاجة، هي التكلفة واحدة بس الطريقة نفسها هي اللي بتختلف. كل ما تهتم بالطبق اللي بتعمليه او بالاكله اللي بتعمليها يا ست الكل، كل ما بيبقى فيه اهتمام، كل ده ما بيبان في ثقافتك للمطبخ، انك انت بتعملي حاجه بشكل تاني وبثقافه تانيه وبحب. الله، لا ده احنا كده رسمنا لوحه فنيه. هناخد الصينيه دي زي ما هي كده يا عم الشيف. على فين بقى؟ على فين؟ على الفرن. الطماطميه دي كده معانا، هندخلها الفرن دلوقتي تاخد وش كده بما ان هو طاجن. يلا بينا، يلا بينا. هو ده. لسه ما خلصتش، شويه زعتر. الله عليك يا شيف، لما تعمل الحاجه بمزاج. هو ده، زي الفل. درجه حراره الفرن عندي 180، باخدها في الفرن كده
رشة فلفل حلوة عشان أكل الخضرة دي ما تبقاش دلعة، وأدخلها الفرن يا عم الشيف. اللهم صل. قبل ما ندخل أم علي بقى تاخد وش كده قبل إيه ما ندخل أم علي عليها. كمان تنظيم حاجتك في الفرن مهم جدا، ما ينفعش أحط حلو والأرنبيط ده إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ أنت عملت ده النهارده يا شيف؟ مش مصدق عينيا وحياة إيديا. تفاصيل صغيرة بمعنى كبير وطعم جديد. أم علي ما زالت لسه قدامنا، هندخلها الفرن تاخد وش، بس خلونا نطلع إيه الجمال والحلاوة دي؟ الأرنبيط بالفرن، هو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل. أهو. إيه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ إيه الجمال ده يا عم الشيخ؟ أوبا، بسم الله الرحمن الرحيم. لا دي لازم تتشال بعناية. إيه ده؟ هو ده. لا ما أقولكش، ما أقولكش. لما المغازي يقول تفاصيل كتيرة وتفاصيل بسيطة معنى كبير وطعم جديد، الأرنبيط يقول الحقيقة بالظبط كده. أهو. نظبط الفرن بتاعنا ده كده عشان نحط أم علي. إيه الصورة دي؟ إيه الجمال ده؟ هو ده. طيب، عدل الأكل دي يا عم الشيف مش رز أبيض. للأمانة يعني عيش بلدي، والبلدي يوكل، أو العيش اللي هو بيبقى بالردة اللي احنا عارفينه. ما تجيبيش العيش الأفرنجي أو العيش الفينو، لازم عيش بلدي. ولكن برضو العيش لازم يتقطع بشكل لطيف، ولكن خلونا وقف وقفة هنا مهمة جدا. زمان، وياريت ترجع أيام زمان، كانت الحاجة والدتي رحمة الله عليها وأمهاتنا يعني يخبزوا مرة في الأسبوع. الخبيز كان مرة في الأسبوع. يعني مرة في الأسبوع؟ يعني نخبز والعيش يتحط ونسخن منه، ويبقى طري إزاي، ما يبقاش طري إزاي، في تفاصيل كتيرة. إحنا بنلاقي مشكلة كبيرة دلوقتي. بنلاقي بعض المطاعم وإحنا أولادنا على السفرة ناكل لقمة من الرغيف ونسيب بقية الرغيف. يا إخوانا ده غلط. ده هنتحاسب عليه. لو ما اتحاسبناش عليه في الدنيا هنتحاسب عليه في الاخره. ده تبذير. رغيف عيش ممكن يكون رخيص سعره، غالي سعره، ما بتكلمش على سعر، بتكلم على الثقافه. كلنا من الرغيف ناخد منه حته، وليكن انا اكلت من ده كده حته وشبعت. لازم تاكل حاج احمد. ينفع حاج احمد عندنا تيجي وما تاكلش؟ لو ما اكلتش مش هيحصل. فبنقطع لقمه من الرغيف وناكل ونسيب بقيه الرغيف. ده يترمي؟ حرام. طب نتعامل ازاي معاه؟ ده اللي انا عايز اوصله النهارده. هناخد الرغيف ده كده للأمانة يعني، ونيجي بالسكينة بالشياكة كده قاطعين الحتة دي أهو، بس خلاص أصبحت لقمة أهي زي كان زي بتتقدم في الأوتيلات في المطاعم سعرها الشيء الفلاني. وليكن أهي زي الفل. ده اللي أنا عايز أوصله النهاردة. إحنا بإيدينا نقدر نعمل كل حاجة طالما إحنا عايزين نعمل حاجة حلوة أهو، في مطعم في بيت. ولادك ما يعرفوش الكلام ده. طب إحنا، أنا عندي طفلة بتاخد حتة من الرغيف وتسيبه أرميه، بالعكس يتشال في التلاجة في الديب فريزر. عايزين نسخنه. العيش ده تسخينه مختلف شوية غير العيش الفينو. أنا كانت والدتي مثلا يعني مثلا السنان خلاص مع العمر، فمش بتاكل العيش المخبوز اللي بقاله أسبوع، فعايزه يبقى طري. نعمل إيه؟ كانت ترش عليه شوية مية وتسيبه كأنه طالع من الفرن، كأنه بجد والله العظيم بتكلم بالعناية، شافته باليقين، العين والسمع زي ما بقوله، اليقين تسمع وتشوف. فلازم العيش يتسخن بكده او يبقى طري بالشكل ده. دي المعلومه اللي عايز اقولها علشان نقدر ان احنا نعمل كنترول على كل حاجه. العيش يتقدم بالشكل ده كده، وانا قطعته علشان برضو اللي ياخد لقمه الباقي يتشال. عيني اهي شيلها خالص. زي الفل. خليها هنا واشيل دي كمان. حلو. العيش اهو زي الفل، طريقه مختلفه زي الفل، شكله حتى يفتح النفس. وعيش، مش بقولك عيش وملح. ايه المشكله لما العيش والملح يتقدم بشكل شيك وحلو؟ ناكل اللي احنا عايزينه والباقي يتشال زي الفل، في كيس يتحط في الثلاجه، يتحط في الديب فريزر. حط كده العيش جنب الارنبيط، اكتملت الحدوته والحكايه والسفره الحلوه. تعالوا نعمل مع بعض طبق السلطه الخضراء. والمغازي دايما بيقول طبق السلطه الخضراء هو عنوان مطبخك، هو اللوحه الفنيه، هو حجم حبك للمطبخ واسرتك واولادك. هو برهان انك انت داخله المطبخ بمزاج تعملي حاجه حلوه. حلو. ادي العيش كله مع بعضه. تعالوا نعملها مع بعض كده سريعا. شوف مقاديرها على الشاشه. مقادير سلطه خضراء، مقادير سلطه خضراء بسيطه وسهله، اللي موجود في درج الثلاجه.
وانصحك لما تنزلي تشتري الحاجه جيبي على قد افراد الاسره، الخضروات بالذات سواء خس طماطم خيار على قد استخدامك. جبت البقدونس وجبت الشبت، جبت الكزبره، الحاجات دي لها طريقه حفظ. We'll be right back.